ها في الأمر قبل لا أدخل قال لي زايد: محمد أنا ما أريد هذا الانقلاب ينجح، لأن هذا بيضعف الاتحاد كثير، إن شاء الله أنه ما ينجح. البهم يمعنا الناس الباجين، خذنا السلاح عنهم ومعتم في الواري وطرشتهم إلى فرقانهم. خبرت الشيخ زايد قال له باجين اللي من وين؟ قلت له والله ربع مغرور بهم يا طويل العمر، ومن ربع كله من مواطنيك. قال ليش تفتشهم؟ قلت باهم باكر انا اريهم ادل فرقانهم من الذيد ينوب غرب. قلت كلهم ندلهم بنيبهم، هذا الناس مغريبهم اعطوهم فلوس وغرروا بهم. هذا قال اذا جاء هذا وحكم يمكن يعطينا اشياء وميزات. فأمننا الدروب، وصلت القوات وأمننا الدروب، ومشينا، مشيت عند زايد لقاني بالطبع هو يعني كان فرحان أن ما ضاعت هاي الإمارة، ولو ضاعت وين احنا بنقسم كيف بيصير الاتحاد. هو كل ما يريد يزيد من الامارات هذا رايه، هو دائما يحب ان يكون الكيان اقوى. فصرت تلاقيت انا وياه، كان في موتر روحه واثنين وياه، شربنا اعطاني تمره وفنجان قهوه، يعني مثل اللي يقول ولدان. فهذا كيف تعثر الاتحاد. بعدين استمرينا والله ما كان يصيح التليفون في غرفتي إلا وأنا شلي واقف، الخوف كله على الاتحاد. يعني كثير من القبائل ومن العوائل اللي تجر يسار واللي تجر مين ما كانوا يفهمون شو الاتحاد. انا كنت الناس يقولون اني انا صحيح شويه، احط وزني بعض الاحيان، لكني احط وزني بسبب سلامه الاتحاد. فهذه لاهلكم اللي حموا هالدار واللي هاي الدولة اللي تعيشون انتم فيها وهالإنجازات اللي تمت. لكن الإنسان دائما يطلع للأمام، و بعض الغربيين او الناس اتهمونا ان نحن والله ما انتهضت دولة الامارات الا بالنفط. النفط انا عندي صحيح انه وسيله من احد الوسائل، لكن في اشياء كثيره مكملات. لو النفط اللي هو اللي وصلنا لهالمرتب، في بلدان اغنى عنا بالنفط وقبلنا بالنفط، لكن بالعمل والإخلاص وحب الوطن، وشفتوا كيف كنا نعامل يعني أخواننا اللي يغلطون بكل، ونهدهم إن شاء الله على الهدى، ونردهم على الدرب الصحيح. يعني ما كنا نريد نتكلم على الغزو الأجنبي مثل فرنسا وروسيا القيصرية والعثمانيين. العثمانيين وصلوا بس للعديد، ما دخلوا هني لأن استبعد عليهم الإمداد.
ولكن هلكم قاوموا وناضلوا وصبروا والحين انتم فيكم الامل ان نقوم وننسى ما حققناه ونمشي للامام. انا جيت للدنيا وانا ما معي شيء، وان رحت منها ما معي شيء منها، خلوني استانس طرب دامني حي، وان مت ما ادري جثتي من دفنها. انا لها شمس وانا لها في، وانا لها روح الجسد في بدنها، وعندي سبوق الخيل في سبقها غي، يوم الرمك تشفو تداعب رسنها. مطالب عبرتي في الذي أهواه في ساعة من الحرمان، وفاجاني وسلاني وحياني وأحياني، وبانت ريعات الشعر وصف الشاعر الولهان، ونالي في بحور الشعر أنغامي وأوزاني، ونالي عادة الفارس يسابق شرد الفرسان، وتالي الشوط يسبقهم من الميدان ميداني. تذكرت الذي قلبي لها طول العمر عطشان، هي الحلم الذي عندي وفيها أكتب أوزاني، أباها شعرها طويل مثل ليل الشتاء الحيران، وغابة من سواد الشعر في ليل الدجل جاني، وباها والجبين الصبح لا فضة ولا عقيان، وبا الخدين لون الورد ما يحويه بستاني، بخد فيه تظهر شمس أول نورها ما بان، وخد فيه تغرب شمس محمرة بخجلاني، وبا قوس الحواجم رسم يعجز يرسمه فنان، على نونين مقلوبين ما هي كتبة إنساني، وريد الخشم سلة سيف فيه الحيف والخسران، وشافي حمر مثل الجمر مع خاتم سليماني. وبا أسنانها صفين من لولو ومرجان، ومن مرجان ينير كل ما تضحك، وحس النور يغشاني، وريد العنق عنق الريم قايد جملة الغزلان، شبيه المرمر المنحوت لا أنس ولا جاني. بنية من ملاحتها إليها تنظر العميان، ولو مرت على ميت عفد ورما بالأكفاني. أبا لهداب مثل حراب أو جيشين في الميدان، وعين طرفها يذبح وفيه السحر نعساني، وباها ضبية النافر بأرض ما بها سكان، حذور دوم ضد الريح دق الصيد فتاني، وباها الصدر مثل الحيب أو كدر لينصان، إذا تشرب تشوف الماء بنحرها شوف العياني. وباها فوق عمر البدر بربع تجلي الأحزان، رسمها لذة عيوني واسمها لذة لساني، وباها خصرها مجلود مطواي الحشا ضميان، إذا تمشي تحس بها مثل ما يمشي نشواني، أبا المشه إن تمشي تبخطر مشية البطران، مثل اللي ماخذ الأول ولا يرضى على الثاني. وباها مشية الظالم وفوز زيد بن طقيان، وباها مشية المظلوم وخذ حقه بتبياني، وبا عطرها يسكر وباها مثل ذات عنان، عنيدة ما عسفها حد مثل شعري وقيفاني. وباها قصتي يقولون عنها كان يا ما كان، وباها فوق حد الوصف بزين وحسن روياني، وباها تترس عيوني ولا أنظر إلى إنسان، وفيها ما أمل أشوف وهواها وتهواني، وبا صوتها تغريد تعجز توصف الألحان، إذا أسمح يسليني عن أحبابي وعدواني، وباها في اعتدال الطول ناحل مثل غصن البان، لها بين الضلوع مروج وظلال وغدراني. وباها عاشقة للخيل
تهوى الشعر والقيفان وباها مثل موج البحر تيارة تحداني تجيني مثل ما الصدفة ولا مسوي لها حسبان تحيرني تخليني أهيم بغير برهاني وباها مثل وصف الريح تحيا بقربها لبدان وهي أبعد من أبعد شيء وبلياها الجسد فاني وباها مثل برد الماء يشفي قلبي الضميان وباها مثل لسع النار إذا ليل الشتاء حاني وباها بلسم القلبي يشفي من ضنا وحزان يزيل الهم بسماته تداوي علقه محزاني وباها ذنب ما يغفر وباها موعد ما بان وباها فجر في عتمة ينور باقي أزماني وباها سلوة الدنيا وهناها والهوى الجذلان بها أحيا لها أحيا لها عمري ووجداني وباها ظلي الوارث إلى في غربتي تعبان وباها السلسبيل العذب في الروضات وجناني وباها وعدي السعدي وأفراحي والأشجان وباها شوقي الماضي وباها عمري الهاني وباها كل ما تضحك تنور عالمي فرحان لجلها صادحات الطير تترنم على أغصاني وباها نفس لون الزبد معصمها إذا ما بان وباها مثل حمرة ورد بشرتها ولو جاني وباها الصبح لي باسم وباها ليلي السهران وباها مثل باكر حلم خوف وغيب ما حاني وباها قيدي الجارح وباها السجن والسجان وباها القاضي العادل وباها الظالم الجاني أعد الوقت وتريا وعايش لحظة الحرمان ولا أسمع بها حاسد ولا أسمع لها شاني وباها مثل نور القلب ما يحتاج للأعيان وباها مثل سمع النفس ما تحتاج الأذاني وباها من بنات الريح نافر ما تطيج إنسان حذور من يقاربها يرد بياس ندماني وباها إن يكلمها غريب يكلم الجدران تجاهل كل جميع الناس إلا المولها العاني وباها العاقل الفاهم وباها الطفل اللي زعلان وباها مثل راس المال عن ربحي وخسراني وباها في غضبها النمر ومكشر عن النيبان وباها في رضاها الليل ساكن دون سكاني وباها مثل طعم الشهد ما ذاقه غريب الشان وباها مثل الريح الولد الورد مع روح وريحاني وباها الصدر ليحاني وباها القلب ليشفقان وباها ظلي الوارف عن مقطوع عطشاني وباها ساعة الغفلة وباها لحظة الإيمان بها سر انعكاس النفس ما احتاج لغفراني وباها مثل ما الرغبة تولع شعلة الوجدان وتذبح دون ما تجرح وتحرق دون نيراني وباها كل ما لقاها مثل أول وعد حفزان أتم معرق أتم منشف وأرجف يوم تلقاني أباها مثل باقة ورد فيها العطر والألوان وتحرس وردها الأشواك تجرح كف ليجاني وباها وجه الملاك عنده وسوسة شيطان تخلينه من الفتنة هيم العالم من ثاني وبا زينها مليون بنت وجسمها رويان وبا عينها مليار من ريمن وغزلاني وباها اللي يقابلها من الفتنة يجيه جنان ويمشي بين الناس من جنون فيه عرياني أنا هذه التي أبغي ولا أدري لها عنوان بس اللي مريحني أظن أن تعرف بعنواني هلا بالجود وأهل الجود باسم الواحد المعبود بدينا نسرج خيول القصيد وضج ميداني شبيه الراح للأرواح به ترتاح دون حدود حروفه نور من بلور يعجز إنسه وجاني بالتدبير بالتيسير والتدبير والتقدير والمقصود بقيفانه وأوزانه وألحانه وأشجانه